كلات بولس الحلاني، اهلا وسهلا فيك عبر اغاني اغاني. اليوم نحن موجودين معكم بالسحور الداعي لفارس الاغنيه العربيه عاصي حلاني. اول شيء خبريني كيف شفتي بالعراب؟ شايفته نجاح كبير اخذ العراب كمسلسل ككل، وعاصي بدوره بشهاده الكل نجح كثير الحمد لله. عم تحضري عم تقعدي مع الاولاد وعم بتشوفوا كلكم الاعمال سوا، يعني عم تشوفوا العمل سوا، بتنتقدي بتقولي له هون يا ريتك عملت هيك او كذا او كيف؟ ما شفت ولا غلطة، كل يوم بتابعه وبحضره وبعد ما شفت غلطة. هلا بالحلقات الجاية ممكن إذا شفت غلطة أكيد رح أنتقده، بس لهلا كل شيء حلو. عاصي معروف أنه هو بشخصيته حدا مجازف، بيعمل قصص دائما بتفاجئنا، وين بعد معقول نشوفه العاصي بالنسبة لك؟ صراحة ما بعرف، أنا بفكر وبسأل حالي نفس السؤال، وين بعد بده ياخذنا عاصي؟ ما عم بعرف، بس إن شاء الله يا رب يعني النجاح بكل مسيرته متابعه، أنا بس بتمنى له النجاح، إن شاء الله يا رب يضل لامع ويضل ناجح ويوقف لما لازم يوقف. انت سيده منزل وسيده هيك مجتمع، ولكن بنحب انه نشوفك كمان هيك بشيء، بلكي دراما بلكي كليب بلكي اي شيء معاصي، بتفكري بالموضوع؟ يعني صعبه هلا دور بنتي، هلا في ماريتا طالعه طلعتها وانا حدا مثل ما وقفت حد بيها، هلا انا حدا وبتمنى لها النجاح لبنتي يا رب يا رب. خبريني يعني ماريتا بالسابق كنتوا انتوا ضد الفكره، رجعتوا فجاه صرتوا كثير عم تدعموها وصرتوا حدا امنتوا موهبتها اكثر، شفتوا انه الصحافه والناس حابينها، خبريني كيف شايفه ماريتا اليوم وكيف تدعميها؟ ليك ماريتا بنت عارفه شو بدها وعملت معنا صراع لانه بدها تغني وهيك، نحن مش خوف من الغنى ولا خوف من الفن، بس مثل كل اهل انه حتى بعدها صغيره، هلا 18 ماريتا، فنحن معها لانه هي اختارت طريقه، ونحن كام واب مجبورين نكون حد اولادنا بشو ما بيختاروا، يعني كل ولد شو اللي بيختاروا بنوقف حده بنكون معه. الحمد لله عم بتقدموا يعني خطواتها ثابته، العالم عم بتحبها، طلعت دانسينج وذ ستارز اخذت ضجه كثير حلوه، ميرسي يعني للام تي في دائما بتطلعنا بصوره حلوه، والحمد لله ميرسي ميرسي كثير. تدعمي اخواتها كمان بنفس الطريقه بغير قصص بيعملوها؟ اكيد كل شيء يعني تفاصيل، اذا بتقعد معي ومع اولادي انا بالتفاصيل بكل شيء بكل شيء معهم. وعلى فكره ماريتا هلا احنا مسافرين جمعه الجايه رح تعمل الكليب لاول اغنيه لها، بعد 3 اشهر بتشوفوها على اغاني اغاني، جايبت من برا جان ماري ريشي ساعدنا فيها وعملنا هو الكونكشن لبرا جبناها وحنصور برا، وان شاء الله يا رب تعجبكم وتعجب المشاهدين. ما نجف لهم بعد شي خي او شي اخت لماريتا ولا بعد هالكبر خلاص اكيد لا، هلا ما نشوف لهم الون هلا تيتا كولات، انتظروا تيتا كولات. بتحبي الفكره يعني بتنطري اليوم بتنطري ماريتا تخبرك انه ماما انا في حدا بحياتي عم بحكي انا وياه وكذا، يمكن فكر فيه لبعدين، بتنطري هيدا اللحظه؟ ما مصدقه ما مصدقه قيمتين يكبروا ويجيبوا لي اولادهم ويروحوا. قد ايه انت ام متحرره؟ قد ايه انت ام بتعطي ابنها او بنتها الحريه لهم، بتعطيهم حقهم بتعطيهم المساحه الخاصه فيهم؟ ايه انا بعرف حدودي بالحياه، يعني انا بعرف انه جوزي شريكي اولادي منهم ملكي، يعني هيدي بعرفها كثير منيح، انا بس واجبت اوقف حدهم ادعمهم ساعدهم بس يعوزوني يكون حدهم، اكثر من هيك انا ما الي، هن بيختاروا وهن بقرروا.